الآن معنا من القاهرة أشرف العشري مدير تحرير جريدة الأهرام. أستاذ أشرف أهلا بك على شاشة القاهرة، كنت معنا بالأمس أستاذ أشرف على هواء القاهرة وكنا نفند ادعاءات إسرائيلية، والآن أنت معنا ونفند ادعاءات إسرائيلية جديدة، إذن هي ربما دائرة مفرغة تدور فيها إسرائيل. مساء الخير لحضرتك والسادة المشاهدين في القاهرة الإخبارية. بكل تأكيد يوما بعد يوم وساعة بعد ساعة تتكشف للكافة في الإقليم وفي العالم أجمع نوايا الإسرائيلية الخبيثة والوجه المقيت الكالح للدعاية الصهيونية الإسرائيلية الخبيثة التي تسعى إلى تصدير كثير من الأزمات وفشل إسرائيل في الداخل الإسرائيلي إلى الجانب المصري. وأعتقد على مدار 7 أشهر كانت القاهرة حاسمة واضحة، لدي موقف معلن للكافة لدى المجتمع الدولي عن أسره بأن مصر ترفض أي عملية تهجير للشعب الفلسطيني وترفض تثبيت القضية الفلسطينية، وأي محاولات إسرائيلية في هذا الجانب هي مرفوضة تماما وتحطمت على مدار 7 أشهر على صخرة واقع المواقف الفولاذية المصرية التي ترفض تثبيت القضية الفلسطينية. وأعلنت على لسان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بأكثر من إطلالة في قمم عربية وقمم الدولية وخلال لقاءاته برؤساء دول ورؤساء حكومات في القاهرة في مؤتمر القاهرة في أكتوبر 21 أكتوبر من العام الماضي، مؤتمر القاهرة للسلام، عندما أعلن الرئيس المصري خريطة طريق لإنقاذ الأوضاع في قطاع غزة وإمكانية إحداث نوع من التسوية لدولتين فلسطينيتين، وأيضا قدم في خريطة طريق ما يقارب من 10 بنود كانت كاملة وواضحة وكاملة الأوصاف للجانب الإسرائيلي والمجتمع الدولي يتعاطى معها بقوة إذا كان يريد وقف هذه التوترات في إقليم الشرق الأوسط وأن يضع حلا عاجلا ونائيا لقضية الصراع العربي الإسرائيلي. وبالتالي عندما تعود إسرائيل اليوم وتسعى إلى بعض الأغراض أو الدعاوى الخبيثة والأكاذيب والقلوب المخادعة، أعتقد هذا الأمر ينطلي على أحد، لا في مصر ولا في الإقليم ولا حتى في العالم، لأن الموقف المصري منذ اللحظة الأولى معلن وصريح وواضح للكافة يصب في خانة ضرورة بقاء الفلسطينيين داخل أراضيهم وعدم تكرار نكسة 67 أو على الأقل إحداث ما حدث. طيب لكي نفهم أستاذ أشرف وحضرتك معنا الآن، لكي نفهم ربما الدوافع الإسرائيلية من تكرار هذه الاتهامات، ما الذي تحاول إسرائيل أن تصل إليه؟ هل ربما أن تغسل أيديها أمام الرأي العام الداخلي في إسرائيل، لأنه يبدو بشكل أو بآخر أن ملف المحتجزين لم يعد أولوية على أجندة هذه الحكومة؟ بالفعل عليك أن تلاحظي أن كل هذه التسريبات الإعلامية وهذه التصريحات العلنية تصب وتصدر عن بنيامين نتنياهو ووزراء في حكومته من المتطرفين أمثال سموريتش وبن غفير وأيضا فريق ثاني في هذه الحكومة يسعى لتصدير أزمات الجانب الإسرائيلي. إسرائيل تعيش الآن لحظة فشل وخيبة أمل كبيرة على مدار 7 أشهر. الشارع الإسرائيلي يغلي منذ 4 أشهر في مظاهرات شبه يومية أمام منزل نتنياهو وأمام الكنيسة وأمام وزارة الدفاع وأمام مقر الحكومة الإسرائيلية. هناك حالة في استطلاعات الرأي تؤكد أن هناك 63% الآن من الإسرائيليين غاضبون من نتنياهو وحربه في غزة، ويطلبون وزارة عقد صفقة وينهونه عدة أيام وأسابيع، وبالتالي نتنياهو يعيش أسابيعه الأخيرة في ضوء هذا الفشل الذريع الذي وعد به الشعب الإسرائيلي أنه سيحقق 3 أهداف منذ 8 أكتوبر وحتى الآن وهذا لم يحدث. الهدف الأول القضاء على حماس، الهدف الثاني عودة الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين، الهدف الثالث أن يجعل من غزة منصة لتهديد أمن إسرائيل. كل هذه الأهداف الثلاثة أسف الشديد ذهبت هباء، وانكشف نتنياهو بكل تأكيد ممارساته التي سعى من خلال تصدير الأزمات للجانب المصري. عندما كانت مصر وستظل دولة قوية لديها موقف تلعب دورا كبيرا تاريخيا على مدار 75 عاما في التصدي لكل مؤامرات ومخططات نتنياهو من خلال قواعد الردع المصري وصواعق التفجير في وجه الممارسات الإسرائيلية، كان لابد من البحث عن كبش فداء ليتم تصدير الأزمات في الداخل حتى يخفف من حدة الغضب والاحتكاك والاحتقان الذي يواجهه نتنياهو وحكومته من المتطرفين داخل إسرائيل، بالإضافة إلى خطاب الإعلام الإسرائيلي سواء صحافة أو تلفزة على مدار الساعة منذ 5 أيام توجه انتقادات ليل نهار، كما يتابع المختص في التقارير العبرية أن هناك حالة من الغضب والاحتقان في الإعلام الإسرائيلي يحمل نتنياهو المسؤولية، حتى أن جنرالات الجيش الإسرائيلي السابقين خرجوا على التلفزة الإسرائيلية في القناة 13 منذ عدة أيام، أعتقد إسحاق بشير، وقال له نتنياهو عليك أن تضع في الاعتبار لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تخسر مصر أو تسعى لمقارعة مصر. مصر قوة مركزية كبرى في الإقليم من أول دول الإقليم، تتمتع بجيش وقوة وإرادة سياسية صلبة وصلدة،
وستلعب دورا كبيرا في اي مواجهه فيما يتعلق باحداث خسائر داخل اسرائيل، ولا يملك غير الدعاء حتى نحافظ على علاقاتنا مع الجانب المصري. طيب. وهذا جنرال صابر كان يتولى قياده الدفاع الجوي الاسرائيلي. نعم. على مدار 18 عاما. نعم. وبالتالي هناك عشرات النماذج من هذه الامثله. صحيح. هل من نعم هل من المصادفه استاذ اشرف ان تظهر هذه النماذج داخل اسرائيل في مقابل او في مواجهه هذه الحكومه اليمينيه المتطرفه ربما والتي لا يصلح بعض افرادها للسياسه، ليس نحن من نقول ذلك وانما حتى في الداخل الاسرائيلي يقولون ذلك، واعتماد سياسه الصدام ربما مع كل الاطراف والتصعيد مع كل الاطراف، نرى هذه التصعيد ربما في الجبهه الشماليه او حتى في الضفه او حتى تصعيد لغوي وفي التصريحات ضد الأمم المتحدة ضد المحكمة الجنائية وكل من ربما يوجه أصابع الاتهام لإسرائيل، هل هذه مصادفة أن يكون هذا الفريق أمام هذا الفريق في هذا التوقيت؟ أعتقد ليست مصادفة، لأننا منذ اللحظة الأولى في مصر مستوى القيادة السياسية ومثلا في الرئيس المصري والحكومة والدولة المصرية كانت واعية لهذا المخطط الإسرائيلي، وكانت مصر من أوائل الدول التي سعت إلى أن يكون هناك إعلان وتعليق الجرس في رقاب الجميع على مستوى الإقليم ومستوى العالم أن هناك مخطط إسرائيلي يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية وقضية الشعب الفلسطيني ويسعى إلى تهجير الشعب الفلسطيني كما كان يزعم سموريتش وبن غفير وغيرهم من المتطرفين الأباليسة داخل إسرائيل بأنه يمكن أن يكون هناك بالفعل موطئ قدم للفلسطين داخل منطقة سيناء. كانت الدولة المصرية منذ اللحظة الأولى حريصة وأطلقت تصريحات على لسان القيادة المصرية فيها كثير من القوة والنجاعة التي شكمت ولجمت كثير من تلك المواصلات الإسرائيلية. هم الآن في الأسابيع الأخيرة يعانون من مرارة خيبة الأمل والفشل الذريع داخل قطاع غزة، وبالتالي يبحثون عن شماعة حتى يكون هناك بالفعل إلصاق بعض التهم بأطراف خارجية لتحملها جزء من مسؤولية هذا الفشل الذريع الذي بنى بها نتنياهو وحكومته وما يحرص من قبل المجتمع الدولي، حتى أن اليوم على سبيل المثال ثلاث دول أوروبية الاتحاد الأوروبي كانت الأمس القريب أصدقاء لإسرائيل أعلنت القبول بالاعتراف بدولة فلسطينية، وإسرائيل لجأت إلى كل الحيل والذرائع لإلصاق تهمها بالجانب المصري. لولا قوة القيادة المصرية والحكومة والدولة ويقظة الإعلام المصري كالقارة الإخبارية من حيث الحضور والتمركز والتموضع في المشهد الإعلامي الدولي والإقليمي لكان هناك مزيد من السخائم والرذالات والأكاذيب الإسرائيلية بكل تأكيد، وهذا ما يعاصره على مدار الساعة من قبل الحكومة والدولة الإسرائيلية. على سبيل المثال اليوم الجانب الإسرائيلي أوعز لأحد المنصات الأمريكية بنشر جملة من الأكاذيب فيما يتعلق بدور المقاول المصري في احتضان مفاوضات القاهرة على مدار أسابيع مطولة عديدة في القاهرة، وقدمت القاهرة مبادرة. كل ما طرح اليوم هو لا يمكن بأي حال محاول قبوله إلا في إطار نوع من الخداع والكذب الممجوج الذي يمكن يصدقه عقل سليم يستطيع أن يفرق بين الغس والسمين. ما جاء في هذا التقرير على سبيل المثال كله جملة من الأكاذيب، لأن كل ما قدمته مصر قدمته للأطراف المعنية على الطاولة في القاهرة، الطرف الأمريكي والقطري والإسرائيلي، وقدمت مبادرات ومقاربات حظت بإجماع الجميع، وقبل بها نتنياهو مرات عديدة، واعترف الوفد المفاوض الإسرائيلي أنه عندما يتفق في القاهرة في الصباح على كثير من بعض البنود والاتفاقيات والمقاربات بدور مصري حي وديناميكي، في المساء يوعز نتنياهو بإفشال هذه المفاوضات من خلال تسريبات كاذبة، وأعتقد هذا ما اعترف به نائب رئيس الموساد في إسرائيل منذ 4 أيام. وبالتالي حمل مسؤولية فشل هذه المفاوضات وغيرها. لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون القاهرة ذو وجهين كما يدعي هذا التقرير الخبيث. القاهرة موقفها واضح وصريح على مدار 10 سنوات. ربما على ذكر أيضا الخلافات الداخلية وحضرتك ذكرت الآن وفد التفاوض الإسرائيلي أستاذ أشرف، يجب أن نتذكر الآن هذه الخلافات المتكررة بين نتنياهو وهذا الوفد والذي غاب كثيرا حتى عن هذه المفاوضات بشكل أو بآخر، ومحاولة إسرائيل ربما تصدير مشكلاتها للخارج أيضا، أي دلالة نستخلصها من هذه الخلافات المتكررة؟ هو جزء من تصدير الأزمات، لأن حكومة إسرائيل وحكومة نتنياهو تعيش لحظات ظلامية، وضوء التفكك وتهديد كل من إيزنكوت وجنتس ومعطاء مهلة لنتنياهو حتى 8 يونيو القادم، وأوضحوا له خريطة الطريق من 6 بنود إذا لم ينفذها فسوف ينزعلون الانسحاب من الحكومة والضغط باتجاه انتخابات إسرائيلية. حتى نتنياهو أصابه كثير من الزعر وقال عليكم وتوجهوا الاتهامات لحماس وليس لحكومة نتنياهو، وبالتالي نتنياهو يعيش لحظات أي حد متهم إلا هو أستاذ أشرف.
بكل تأكيد نتنياهو الآن لم يعد أمامه وسيلة، كل الأبواب أصبحت مغلقة في وجهه وأمام حكومته، لأن كل السيناريوهات تؤدي لأن يكون هناك حائط صد مسدود باتجاه أحداث تسوية ما لم يكن قبول واعتراف بالحقوق الفلسطينية أو حتى شروط حماس في هذه المفاوضات التي يتنصل منها نتنياهو يوما بعد يوم. حتى أيضا الجانب الأمريكي لديه كثير من الانطعاد في المواقف الإسرائيلية، ولحظة ما لجأ السيد بايدن لمنع نوع تصدير أسلحة للجانب الإسرائيلي، ربما عاد بعد عدة أيام، لكن هناك غضب حتى أن مستشار الأمن القومي الأمريكي سوليفان زار تل أبيب منذ يومين واجتمع بنتنياهو 4 ساعات وخرج وأعلن الصحافة الأمريكية لقد فشلنا ونتنياهو مصمم على الذهاب إلى الجحيم لجيش إسرائيل في هذه المعركة وفي هذه الوحول داخل قطاع غزة، وبالتالي أوعز أن نتنياهو أضاع فرصة تطبيع مع السعودية وتحقيق سلام وتهدئة وهدنة. نتنياهو خسر كل الأوراق، جميع لديه في ويده ورقة واحدة يلعب بها بإمكانية أن يكون هناك عملية إحراز تقدم على أرض الواقع غير ورقة قتل الوقت والبحث عن مبررات والذرائع وتصدير أزمات للجانب المصري وغيره. لكن هذا الأمر لم يطلع على أحد، لأننا في مصر منذ اللحظة الأولى يتابعنا ويتابع العالم أن حجم التضحيات التي قدمتها مصر من أجل استمرار فتح المعبر على مدار الساعة، على مدار 7 أشهر مستمرة 24 ساعة، الدولة المصرية، الرئيس المصري أمن بتشكيل خلية أزمة منذ اللحظة الأولى ما زالت تعمل بكثير من الحركية والمناهجية. طيب. أيضا مؤسسات المجتمع المدني قدمت عشرات الآلاف من الأطنان المساعدات، وما زالت مئات السيارات والقوافل تنتظر في اتجاه معبر رفح لأن يقضي الاحتلال الإسرائيلي في المعبر من الجانب الفلسطيني حتى تتمكن مصر من دخول هذه المساعدات. نتنياهو هو من أحرق كل السفن وكل المراكب وأيضا أشعل نيران في كثير من أواصر العلاقات مع الجانب المصري ومع الجانب الأوروبي ومع الأطراف الدولية بما فيها الصديق الحميم الجانب الأمريكي. الأثمان السياسية التي يدفعها نتنياهو لقاء حرق الجسور مع الجميع أستاذ أشرف، وربما ما بقي من عمر هذه الحكومة ليس بالكثير، خاصة وسط ربما الخطوط الحمراء التي وضعها له الداخل غانس وأيزنكوت تحديدا. كثير من المراقبين في إسرائيل في الصحافة الإسرائيلية بالأمس واليوم يقولون أن نتنياهو يلعب بالنار وأنه يقضي أسابيعه الأخيرة وأنه خسر كل الأوراق، لم يعد في يده ورقة واحدة يلعب بها باتجاه أن يكون هناك إنقاذ لنفسه من كثير من بعض المواقف المتشددة التي سوف تواجهه في المرحلة القادمة أيام حلقة السواد فيما يتعلق به نتائج التحقيقات عندما تجرى لتحمله مسؤولية ما حدث 7 أكتوبر طوفان الأقصى، أن هناك بالفعل الخناق يضيق حول رقابته في قضايا 4 قضايا خاصة بالرشا المالية والفساد المالي، بالإضافة إلى ما يواجهه من قصور وفشل في هذه الحرب الذي وعد الشعب الإسرائيلي خلال أسابيع معدودة سيحقق جملة من الأهداف. كل هذه الأهداف كما تقول الصحافة والإعلام العبري والمسؤولين والجنرالات السابقين في الجيش الإسرائيلي يؤكدون أن نتنياهو جر إسرائيل إلى خسارة العمر بعد الخسارة الأولى في حرب أكتوبر عام 73 على يد الجانب المصري كما تقول الصحافة الإسرائيلية بالأمس واليوم. وبالتالي نتنياهو لم يعد لديه أي أوراق يلعب بها إلا مزيد من التعقيدات وخلق الأزمات وتصدير أزمات ومشكلات إسرائيل للجانب المصري.